وإلى النرويج، حيث شهدت مدينة أوسلو حفلا أقامته الجاليات المسلمة هناك بيوم عيد الغدير الأغر. وتضمن الحفل عدة فعاليات ونشاطات، منها قراءة آيات من كتاب الله المجيد، ومن ثم كلمات وقصائد بينت أهمية هذه المناسبة وعظمتها في العالم الإسلامي. التفاصيل في سياق هذا التقرير. القلب النابض بالحب والولاء للإمام علي عليه السلام عزف اليوم بدقاته نشيد البيعة وتجديد العهد في عيد الله الأكبر، عيد الغدير الأغر. أحباب الإمام وموالوه في أوسلو جمعتهم البهجة وهم يتغنون باسم إمامهم صاحب الذكرى. نعيش مناسباتنا أولا بأول، ونقيم الاحتفالات والتعازي في هذا المكان في كل مناسبة، ومنذ 20 سنة ونحن في النرويج ولحد هذا اليوم. ولكني خلال هذا الكلام يتخطر في بالي كلمة للسيدة زينب عليه السلام، إذ تقول: كد كيدك واسع سعيك والله لن تمحو ذكرنا. نحن هنا في أوروبا وفي كل أصقاع العالم يقيم المسلمون احتفالات في ذكرى عيد الغدير. نتمنى في هذا العيد وفي الأعياد المقبلة إن شاء الله أن يعم السلم والسلام على كافة بلاد المسلمين، وأن يجعل المسلمين أخوة في الله متحابين. القصائد والكلمات تغنت بحبها للإمام علي عليه السلام، وحماس الحاضرين عكس مدى تمسك أتباع أهل البيت الطاهرين بقيم الحق والعدالة التي تجلت بشخصية الإمام علي سلام الله عليه. الجان مالك عرف بين شده لك علي، الكرار مامي علي يحجون لك شيعنا، احنا الفلاع الخصم غير الصدق، شيعنا ما جوز من مذهبه للموت ظل، شيعنا وجرحني لو ما شفت يسرو يدم علي. لا يبقى لإنسان كلام إذا ذكر علي، لأنه أبو الكلام وأمير البيان، القلوب تخفق بحب علي قبل الأبدان، والأبدان تهتز بحب علي ولا تكاد تحملها السيقان. عيد الغدير الأغر هو يوم انتصار الحق وإعلان الولاية للإمام علي عليه السلام، لذا فإن شيعة أهل البيت عليهم السلام في النرويج لا يسعهم إلا إحياء هذه الذكرى العطرة. من أوسلو، مهيمن الأسدي، قناة كربلاء.